انطلق الشوط بحفظ الله ورعايته، ونتابع واياكم هذا الشوط السادس وانطلاقه هذا الشوط والمركز الاول مع مسكت لمحمد بن سعيد السومالي على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط، بينما النقله على المركز الثاني وهناك الوصول من الزعيم لسلمان بن حمد البريدي على المركز الثاني. ويلا يا ابو حمد، يلا يا ابو حمد، نبي شيء من الانجازات. هناك المركز الثالث والقدوم من شاهين لمحمد بن راشد الجفالي النعيمي على المركز الثالث، ولكن الدخول ايضا لتسلل في هذه اللحظات الباسل لركام جار الله بوشريده على المركز الثالث، بينما المركز الخامس والوصول من الجانب الايمن هناك القدوم من مبلش لجابر بالاجبع الخيارين. اذا نعود الى المقدمه ونعود الى السومالي. الله يا السومالي، الله عليك يا السومالي، هنا مع انطلاقه هذا القعود اللي على المركز الاول مسكت لمحمد بن سعيد السومالي على المركز الاول، وبدا يباعد بينه وبين بقيه المراكز وعصاه قوس. ونتابع واياكم هنا مع ال 600 متر الاخيره، 600 متر عن النهايه، والتوقيت الافضل ما زال عند الشوط الاول دقيقتين و39 جزء من الثانيه. هناك المقدمه والصداره مع ايضا مسكت والمركز الثاني، هناك المركز الثاني شعار ايضا شعار ابن حسين، شعار ايضا هناك على المركز الثالث، ولكن نرى الدخول والقدوم من اللي تسلل هنا في هذه اللحظات، اللي ايضا قادم في هذه اللحظات الريان عبد الرحمن بن راشد بن علي المعاضيد. ولكن نعود الى المقدمه، ولكن هنا القدوم اللي هو مبلش جابر بن الاجبع الخيارين. الله على هذا القدوم، ولكن المقدمه والصداره ما زال ايضا مسكت لمحمد بن سعيد السومالي، مسكت الله يا مسكت، قام راس او ينهي الشوط راس. تهانينا لسعيد ومحمد بن سعيد السومالي، تهانينا على هذا الفوز. ساعه الوصول امام خط النهايه المركز الثاني والقدوم مع المركز الثاني، هناك اللي هو مبلش لجابر بن الاجبع الخياريين المركز الثالث. ايضا وصلتنا المعلومه في هذه اللحظات لمبارك بن راشد العاوي اللي هو شاهين اللي على المركز الاول، لمبارك بن راشد العاوي ومع تضمير ايضا اللحوي ابو علي، او يستاهل الناموس على هذا الفوز. والغلط ايضا مرجوع من اللي ايضا سجلها رقم 11 عندنا مسجل، وايضا حصلنا على رقبته 6. التهاني والناموس، التوقيت الزمن دقيقتين 10 ثواني 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للفائزين.